يا مساء الخير واهلا وسهلا بكل اهلاويه اللي بيتابعوا معانا حلقه النهارده من السادسه. فعليا وعمليا بدا العد التنازلي للمواجهه الاقوى والاكبر والاهم على مستوى قاره افريقيا، الاهلي والوداد، الوداد والاهلي في نهائي بطوله دوري الابطال. قبل ما ادخل في تفاصيل الحلقه اسمحوا لي باسمي وباسم الزملاء في برنامج السادسه وباسم كل العاملين في قناه النادي الاهلي ان انا أتقدم بواجب العزاء للزميل العزيز الكابتن إسلام الشاطر في وفاة والده. دعواتنا جميعا للفقيد بالرحمة والمغفرة، وربنا يجعل مثواه الجنة ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان. كلنا معاك يا إسلام وقلبنا معاك، ولولا يعني طبعا ارتباطنا بالهوى كنا أكيد نكون موجودين معاك دلوقتي، لكن كل الزملاء اللي هنا الحقيقة بيشاطروا كابتن إسلام الحقيقة الأحزان في وفاة والده، ربنا يرحمه ويغفر له يا رب. طيب زي ما بقول لحضراتكم نتكلم على بداية عد التنازلي. امبارح فردنا ملفاتنا بداية كده تمهيدا للمواجهة إن شاء الله المنتظرة يوم الأحد اللي جاي الساعة 10 بتوقيتنا هنا في القاهرة، واتكلمنا على أهم عناصر الخطورة في فريق الوداد، اتكلمنا على يعني أرقام الوداد الموسم ده بشكل عام. النهاردة هنركز أكتر مع حضراتكم على أرقام الوداد في بطولة أفريقيا، وعلى الرغم من أنه مشوار الوداد إجمالا يبدو ليك أنه متعسر، مش هو الوداد اللي احنا نعرفه، مش هو الوداد اللي احنا قابلناه السنة اللي فاتت، لكن أنا قلت حضرتك أنه قلت حضراتكم أنه مباراة الحد اللي جاي ومباراة الحد اللي بعده، مباراة 4 و11 يونيو، ليهم حسابات تانية خالص. لكن ده ما يمنعش أن احنا نحاول نقرأ كده شكل الوداد، مواطن قوته، مواطن ضعفه، أهم الأرقام على المستوى الدفاعي والمستوى الهجومي للوداد في حلقة النهاردة قبل ما نروح لمقارنات بين الفرقتين إن شاء الله قبل مواجهة الحد اللي جاي. فعليا الوداد اتحرك من المغرب، نتمنى لهم طبعا سلامة الوصول للقاهرة عشان يبدأ معسكره اللي هيستمر لمدة 4 أيام قبل مواجهة الأهلي. والأهلي من ناحيته مستر كولر قرر النهاردة يدي راحة من التدريبات ويبدأ من بكرة إن شاء الله يفتح ملف الوداد في ملعب مختار التتش ويحضر فرقته إن شاء الله للقاء الحد اللي جاي. عندنا تفاصيل كتير في الحلقة، أخبارنا فيديو كونفرنس مع المغرب عشان نعرف وجهة نظر الأشقاء في المغرب أخبارها إيه، وخصوصا طبعا الوداديون وداد الأمة. خلينا نروح لفاصل ونرجع نبدأ حلقتنا وندخل في التفاصيل. نبدأ معاكم الحلقة وأخبارنا بالسؤال الأهم والكلام الحقيقة يمكن من أول الأسبوع، وأنا يمكن حتى في حلقة السادسة يوم السبت اللي فات اتكلمت معاكم في قصة الحضور الجماهيري. هو عموما يعني قبل الماتشات المهمة اللي من النوع ده بيبقى فيه شوية اشاعات كتير، وانا قلت لكم انا هنا قبل ما ادخل الهوا جات لي تاكيدات وشفت على صفحات وشفت يوتيوبرز بيتكلموا في انه حمدي فتحي بره حسابات الاهلي في نهائي دوري الابطال ذهابا وايابا. وعلى مدار الاسبوع اظن ان حضراتكم وبالذات اللي بيتابعوا السادسه عرفوا وتاكدوا انه حمدي باذن الله هيكون جاهز لمشاركه مع النادي الاهلي في مباراه الذهاب والاياب. عموما مستر كولر فيما يتعلق بالاصابات طلب تقرير طبي وافي عن حاله الشناوي وعلي لطفي وحمدي فتحي، واعتقد ان شاء الله من بكره نطمن عليهم ومشاركتهم وعلى مشاركتهم في تدريبات الاهلي اللي هتبتدي من بكره ان شاء الله استعدادا لماتش الحد اللي جاي. ده فيما يتعلق بالاصابات. فيما يتعلق بالحضور الجماهيري ده السؤال اللي يمكن الناس النهارده بتتكلم فيه. خدوا بالكم، وانا يمكن طلبت من جمهور نادي الاهلي اللي بيحضر الماتشات، وحتى لما شفنا الحضور الجماهيري، يعني انا مش هعتبر الدوري حضور جماهيري قوي لانه يعني الاعداد في النهايه بتبقى بسيطه جدا، صحيح بنحس بيهم وصحيح بيدوا روح وحلاوه للماتشات، لكن في النهايه لما بتتكلم على حضور جماهيري زي ما شفنا في ماتشات افريقيا مع الرجاء او مع الهلال اعتقد القصه مختلفه تماما. وفي مباراه زي دي اكيد اكيد الاهلي في حاجه الى انه الملعب يبقى مليان عن اخره. هيبقى في فارق؟ اكيد هيصنع الفارق. قلت لحضراتكم انه الكلام اللي اتقال وده حقيقي، يعني في الوقت ده في التوقيت اللي تم الاعلان فيه انه الاهلي هيستقبل 20,000 بس من الساعه لساعه استاد القاهره اللي هيستضيف المباراه لحضور الجماهير، قلت لحضراتكم انه دي ليست معلومات نهائيه او ليست معلومات مؤكده. وحتى اللحظه اللي بكلم حضراتكم فيها في تواصل بين إدارة النادي الأهلي والمسؤولين عن أو الجهات المعنية يعني والمختصة بتنظيم المباراة والنواحي الأمنية لزيادة عدد الحضور اللي هيشجعوا ويساندوا الأهلي في ملعب استاد القاهرة. نتمنى إن شاء الله إنه يعني يكون في النهاية الساعة كاملة،
على أسوأ تقدير نتمنى أنه ما يقلش عن 50,000، لأنه حضور الجماهير في مباراة زي دي المشهد العام صورة الكرة المصرية، أعتقد أنه مش قصة أهلي بس، صورة انطباعات كتيرة جدا وردود أفعال كتيرة جدا على فكرة أنه الأهلي في نهاية دوري الأبطال يكون حاضر وفي جزء كبير من مدرجات استاد القاهرة فاضية. ما أعتقدش أنه في حد من مصلحته أنه يعني الصورة تطلع بالشكل ده، وإن كنا نتمنى في النهاية أنه والجهات المعنية أنا متأكد أنه ممكن يكون عندها أسبابها ودوافعها اللي في أوقات كتير بين قوسين لازم نفهمها ونستوعبها كجمهور. القصة أبدا عمرها ما قصة عند ولا تعنت ضد النادي الأهلي، مش ممكن تتحط تحت ده، وبالتأكيد كل مؤسسات الدولة بتدعم النادي الأهلي اللي مشرف مصر جوه وبره. لكن في النهاية في اعتبارات تانية كتير جدا يمكن في وقت من الأوقات جزء صغير جدا من الجمهور يكون مسؤول عنها، وده احنا اتكلمنا فيه وحذرنا منه وحاولنا نوعي جماهيرنا العظيمة بيه في وقت من الأوقات. لكن نتمنى إن شاء الله، خليني بس ألخص القصة، إنه الملف ما زال مفتوح وإنه عملية التواصل بين الأهلي وبين الجهات المعنية ما زالت قائمة أملا في زيادة أعداد الحضور اللي بالتأكيد بالتأكيد ما عنديش شك إنها هتصنع الفرق. النهاردة راحة زي ما قلت لكم بقرار من مستر كولر، ومن بكرة إن شاء الله يرجع الفريق يتمرن مرة تانية. طلب الحقيقة مستر كولر من الجهاز المعاون ليه إعداد تقارير فنية عن الفريق وعن اللاعبين، كمان اطمن الجهاز الفني على جاهزية كل اللاعبين اللي كانوا مصابين في الفترة الأخيرة، تأكد على جاهزية وسلامة الشناوي وعلي لطفي وحمدي فتحي، والثلاثة إن شاء الله جاهزين للمشاركة. طبعا الثلاثة غابوا عن ماتشات الدوري اللي لعبناها إمبي والجيش وسيراميكا، لكن إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بداية من بكرة هنشوفهم ونطمن عليهم في تمرينة الأهلي استعدادا للوداد. ياسر إبراهيم كمان داخل في الحسابات بقوة، يمكن ياسر من الأوراق المهمة جدا، وال يعني تقدر تقول إنه كسب ثقة مستر كولر بشكل كبير جدا، وحسابات دخوله في مباراة الوداد قائمة وبشد. يعني الأغلب اللي ممكن طبعا القرار النهائي هيبان من مستر كولر بناء على الثلاث أيام اللي جايين دول، ممكن يوم السبت يكون حسم بشكل كبير جدا شكل التشكيل اللي هيخوض المواجهة الأولى في القاهرة، لكن الأقرب إنه ممكن يبقى ياسر ومحمد عبد المنعم. خد بالك برضو أنت بتقابل فريق تقيل وفريق عنده سرعات في خط هجوم، يمكن دفاعيا عنده معاناة لكن هجوميا فريق ليه كل الاحترام، فبالتالي بالتأكيد مستر كولر هيحط في حساباته السرعات، والسرعات دي ممكن تصب أكتر شوية في خانة محمد عبد المنعم وخانة ياسر إبراهيم. كل التوفيق الحقيقة، كل اللعيبة تألقت، متولي قدم ماتشات هايلة بصراحة، وأعتقد أنه في فورمة عالية جدا. فأيا كان رامي ربيعة حتى وإن كان بعيد شوية بعد العودة من الإصابة، ولو ما كانش خد مساحة للمشاركة، لكن حتى لو احتاجت رامي، يعني رامي بالنسبة لي تريد مارك الحقيقة، فأي وقت بتحتاجه حتى لو جاي من بعيد بتلاقيه كأنه حاطط رجله في الملعب طول الوقت. فرباعي دفاع النادي الأهلي إن شاء الله كله جاهز، وإن شاء الله بإذن الله اللي هيخوض المباراة يكونوا قد المسؤولية. بالمناسبة مروان عطية نجم الأهلي المتألق طبعا الفترة الأخيرة خد جايزة أفضل لاعب في الجولة 27 في بطولة الدوري المصري لكرة القدم، وعلى حساب الرسمي لرابطة الأندية على تويتر، موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كان في صورة لمروان طبعا عطية عليها تعليق لاعب الجولة هو مروان عطية، تصويت الجمهور بيحسم اختيار اللاعب الأفضل في الجولة 27. واحدة من أهم الإضافات لسكواد النادي الأهلي الحقيقة، ولاعب عنده الروح وعنده تحسه يعني مقدر تماما تيشرت النادي الأهلي، وأعتقد أنه واحد من أهم الإضافات للأهلي في الموسم الحالي. زي ما قلت لكم طبعا قصة عملية التواصل مع الجهات الأمنية، مسؤولين في النادي الأهلي الحقيقة ساعة بساعة بيتواصلوا عشان يسمحوا بعد ما خدوا موافقة مبدئية على حضور 20,000، بيحاولوا إن شاء الله بإذن الله أنه ياخدوا موافقة على الساعة الكاملة أو بحد أدنى يكون حضور في مباراة الحد اللي جاي إن شاء الله يكون 50,000، وإن شاء الله بإذن الله المحاولات دي تكون موفقة، تفرق معانا إن شاء الله كتير قوي حضور جماهير النادي الأهلي في المباراة. طيب عالميا خليني أخدكم سريعا لثلاث قصص، أو خليني أول أقف مع منتخب مصر. واحد أنتوا عارفين طبعا بعد مواجهة الأهلي والوداد في المغرب يوم 11 هيكون في مباراة للمنتخب المصري في المغرب مع غينيا، الجولة الخامسة في تصفيات أمم إفريقيا في المغرب يوم 14، وبعدها هيكون عندنا مباراة ودية هنا في القاهرة مع منتخب جنوب السودان يوم 18.
مستر روي فيتوريا بيفكر في انه يدي كل اللاعبين المحترفين اللي تم اختيارهم لمشاركه مع منتخب مصر في مباراه غينيا يديهم راحه، عشان موسم بالنسبه لهم طويل، موسم انتهى، يبقى عندهم فتره راحه قبل ما يدخلوا في مرحله الاعداد للموسم الجديد، ويكتفي بس بقائمه المنتخب من المحترفين المحليين اللي يخشوا معسكر عشان يلعبوا مباراه السودان يوم 18. يعني انا شايف انها مش هتكون فرق كتير بصراحه، اربع ايام ما اعتقدش ان هم كده كده اكيد يعني او اغلبهم ممكن يكون راجع مصر. بتكلم على اللاعبين المحترفين في الخارج اللي تم اختيارهم، صلاح، تريزيجيه، حجازي، مرموش، مصطفى محمد، كلهم خلصوا سيزن بتاعهم خلاص. اتحاد جده لعب اخر مباراه، صلاح خلص في الدوري الانجليزي، نونت خلص مع مصطفى محمد، الدوري الالماني خلص، يعني كل الدوريات خلصت، وبالتالي اللعيبه بدات بالفعل او بعد مباراه مصر وغينيا هتبدا بالفعل دخول فتره راحه. ما اعتقدش ان الاربع ايام دول هيفرقوا معاهم كتير. يعني لو الراجل حقيقه يستغل المعسكر ده، مش قصه مباراه منتخب جنوب السودان، يعني الواحد مش شايل هم ماتش جنوب السودان، لكن اقصد اقول انه يبقى فيه فتره الاطول شويه المنتخب يلعب فيها من غير ضغوط. ماتش غينيا مباراه رسميه ومباراه صعبه، منتخب غيني منتخب تقيل وارهقنا هنا جدا في القاهره. انا فاكر المباراه دي احنا كسبناها 1-0 بالعافيه، عنده اسماء محترمه جدا، فهتبقى مباراه صعبه ومباراه رسميه، و حسابات المجموعة بتقول إنها مباراة فاصلة على الصدارة، اللي هيكسب المباراة دي هتصدر المجموعة، لأن هما الاثنين المنتخبين مصر وغينيا أعتقد في نفس المركز، يعني بيتشاركوا الصدارة برصيد 9 نقاط. فبالتالي فكرة إنك أنت تلعب مباراة بعدها بدون ضغوط تفكر فيها بقى في إنك تحط فكرك، تغير النتيجة مش هتتحسب عليها، تزود الانسجام، تقرب أكتر من اللعيبة، تحفظهم أكتر، يبقى في يعني انسجام أكتر، ما أعتقدش الأربع أيام هتفرق بشكل كبير، لكن في النهاية طبعًا القرار قرار مستر روي فيتوريا. والراجل لغاية دلوقتي الحقيقة ماشي كويس، يعني بقالي كتير، بقالنا كتير جدًا من سنين طويلة ومدربين كتار، مرة مصريين ومرة أجانب، ما شفناش حالة إجماع إنه الراجل ماشي كويس زي ما حصل مع روي فيتوريا. فنتمنى لمنتخب مصر التوفيق، ونتمنى بداية طبعًا إنه نكسب مباراة غينيا ونطمن على عرض قوي للمنتخب المصري، وبعد كده هنبقى نتكلم على ماتش جنوب السودان. النهاردة نهائي، تبدا النهائيات لانه المواسم خلاص بتخلص. عندنا ان شاء الله باذن الله نهائي دوري ابطال افريقيا 4/11، عندنا نهائي دوري ابطال اوروبا يوم 10/6 السيتي والانتر، عندنا النهارده بالليل سيبيا الاسباني او اشبيليا الاسباني ضد اي اس روما الايطالي الساعه 10 بتوقيتنا على ملعب بوشكش ارينا في نهائي اليوروبا ليج او نهائي بطوله الدوري الاوروبي للموسم الحالي. روما مع مورينيو قصة نجاح ما تقدرش تنكر، والنهاردة من الممكن جدا ووارد جدا صحيح سيبيا عنده يعني ريكورد كبير جدا في بطولة اليوروبا ليج، لكن طبعا روما مع مورينيو ليه تقله وليه وزنه في مباراة النهاردة، لكن لو فاز روما يبقى تاني لقب أوروبي بيحققه مورينيو في تجربة قصيرة جدا جدا مع اي اس روما. حقيقة يمكن تتكلم على انه سيبيا او اشبيلية بيخش اللقاء ده بحثا عن التتويج باللقب السابع في تاريخه. بتتكلم على فريق يمكن ما يخشش في حساباتك قوي وانت بتتكلم على بطولة الليجا في اسبانيا، وبالتأكيد ما يخشش في حساباتك وانت بتتكلم على بطولة الشامبيونز ليج، لكن لما تيجي تتكلم على اليوروبا ليج سيبيا او اشبيلية ليك كل الاحترام والتقدير، لانه حقق الفوز في 6 نسخ سابقة عشان يحقق رقم قياسي كأفضل وأكثر فريق حقق اللقب ده. في المقابل طبعا روما بسكواد في منتهى القوة مع مدير فني لخبراته الكبيرة جدا في البطولات الأوروبية، قادر النهاردة أنه يعوض ده، مش هقول يثأر، يعوض خسارته لأنه كان لحق بيها هزيمة تاريخية قبل كده في التسعينيات من القرن الماضي في نفس المسابقة دي، وتلقى نادي روما يمكن دفعة كبيرة جدا من يعني في الأيام اللي فاتت بعد عودة طبعا نجمه المتألق باولو ديبالا نجم الأرجنتين للتدريبات مرة تانية، وغالبا هيكون عنده فرصة للمشاركة في مباراة النهاردة بشكل كبير بعد ما شارك مع روما في آخر 3 مباريات في الدوري. نروح للنجم الأرجنتيني. حلقة الحد قلت لحضراتكم أنه الدوري السعودي على وشك أنه يلقي أكثر من قنبلة، الحقيقة قنبلة من العرتي، وكلمتكم على المفاوضات اللي ممكن تكون مفتوحة بين اتحاد جدة السعودي وبين كريم بنزيما نجم منتخب فرنسا ونجم ريال مدريد،
وقلت لكم انه مش بس كمان بنزيما هو اللي على رادار الانديه السعوديه وعلى رادار اتحاد جده، ده في قائمه تطول من الاسماء، منهم طبعا ليو ميسي، منهم انخيل دي ماريا، منهم بوسكيتس، منهم خوردي البا، منهم مودريتش، واعتقد انه والبقيه تاتي. يعني اللي بيفاوض اسماء من الحجم ومن النوع ده اعتقد بالتاكيد يقدر يفاوض اسماء كتير جدا في اوروبا. ممكن تكون مفاوضات اتحاد جده مع بنزيما ورقه ضغط بيستخدمها النجم الفرنسي عشان يقدر يجدد عقده مع الـ النادي الاسباني طبعا الميرينجي. لكن في النهايه فكره انه بنزيما يكون موجود في السعوديه او في الدوري السعودي فكره قائمه ووارده وبشده. نفس الامر كان بينطبق على قصه ليو ميسي اللي تلقى عرض تاريخي الحقيقه للتواجد في الدوري السعودي، وانا كلمت حضراتكم انه الهلال عرض عرض خرافي تخطى بكتير طبعا المعروض على بنزيما، وتخطى ايضا الرقم اللي حصل عليه كريستيانو رونالدو عند انتقاله لنادي النصر السعودي. ولكن ايه الجديد اللي ممكن، وقلت حقكم انه الصفقة يمكن فاضل فيها الرتوش الاخيرة فقط، وخصوصا مع توتر علاقة ميسي ببي اس جي على مستوى الجماهير تحديدا اكتر منها كادارة. وعلى الرغم انه ميسي النهاردة او امبارح ظهر في الفوتو سيشن او جلسة التصوير الخاصة بالكيت الجديدة باللبس الجديد بتاع بي اس جي في الموسم القادم، يعني اللبس اللي هيلبسه بي اس جي في الموسم الجديد ظهر عليه او ظهر فيه ميسي، ارتدى فيه التيشيرت الجديده بتاعت بي اس جي وبرقم 30 طبعا اللي هو بيلعب بيه في فريق باريس سان جيرمان. لكن الجديد في الموضوع النهارده وحسب صحيفه ليكيب الفرنسيه انه برشلونه لجأ لسيناريو يمكنه من ضم ليو ميسي في الموسم اللي جاي، وانتم عارفين طبعا انه قصه البادجت واللعب المالي النظيف وموافقه رابطه الليجا الاسبانيه او الدوري الاسباني على طلبات برشلونه باخذ استثناء لشراء ميسي مره ثانيه او انتداب ميسي مره ثانيه كان فيها مشاكل كثيره. لكن حسب صحيفه لاكيب بتقول ان المسؤولين في نادي برشلونه حطوا سيناريو انه ميسي ينتقل لفريق انتر ميامي الامريكي عشان يلفوا على قصة الأزمة المالية اللي هم بيعانوا منها وما يضطروش ان هم يحصلوا على موافقات من رابطة الليجا لانتقال ليو ميسي من جديد لكاتالونيا او لبرشلونة. يعني فأصفر ذهنهم، على فكرة السيناريو ده كان مطروح السنة اللي فاتت، بس عقد ميسي مع بي اس جي يمكن اللي صعب شوية من القصة او من القصة دي او من الحكاية دي. لكن رجعوا مرة تانية يطرحوا السيناريو انه ميسي ينتقل لانتر ميامي الامريكي على سبيل الإعارة في الصيف اللي جاي ده على طول، لانه عقده بيخلص مع بي اس جي الصيف اللي جاي، وبعد ما يتم توقيع العقد وانتقاله من البي اس جي لانتر ميامي يتم اعارته لنادي برشلونه في فتره تتراوح ما بين 6 ل 18 شهر، وبكده يبقى من حقه ان هو يلعب في النادي الاسباني. زي ما قلت لكم فكره مش جديده ولكنها قد تكون قابله للتطبيق الموسم الحالي. طيب خليني بقى يعني قبل ما ناخد النهارده جولتنا مع الجي بي اس مش هتكون بس متعلقه بمشاركاتهم الاسبوع ده، لكن هتكون نظره على المشاركات في الموسم باكمله. لاعبتنا المصريه المحترفه كانت ايه حجم مشاركتهم وكان ايه حجم تاثيرهم مع فرقهم وانديتهم اللي بيشاركوا فيها. خلينا نروح لفاصل ونرجع نتكلم على مباراة الأهلي والوداد بعيون مغربية ونشوف أخبار المحترفين المصريين في الموسم الحالي. ليست الأولى وبالتأكيد لن تكون الأخيرة، أنت بتتكلم على اثنين من أقطاب الكرة الأفريقية، نهائي مكرر وإن كانت الطريقة مختلفة طبعا عن نهائي الموسم السابق الأهلي والوداد، بداية في القاهرة ثم العودة في الدار البيضاء. ازاي الاشقاء في المغرب بيبصوا اللقاء وايه الاختلاف بين المواجهه السنه دي ومواجهه الموسم السابق؟ خلينا نرحب بواحد من نجوم الكره المغربيه كابتن يونس منقاري نجم الوداد والمنتخب المغربي السابق وضيفنا في السادسه. بدايه طبعا برحب بيك، اهلا وسهلا بيك على شاشه الاهلي وبرحب بيك في السادسه. مساء الخير الاستاذ احمد سمير، وتنتمنى اننا نكونوا في المستوى في هذا اللقاء، وتنشكرك على هذا المجال اللي عطيتينا باش نتقربوا له الجمهور المصري وكذلك الجمهور العربي. شرفنا بمشاركتك معنا، وخليني في البداية أسألك مواجهة خلينا نقول كلاكات تاني مرة، لأنه برضو في الموسم الأخير كان نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا الأهلي والوداد مع اختلاف الظروف، تغير النظام وأصبح النهائي من مباراة ذهاب وعودة.
ايه الاختلاف بين المواجهتين من وجهة نظرك، الاهلي والوداد في الموسم الماضي والاهلي والوداد اللقاء المنتظر في نهائي دوري الابطال السنه دي؟ بطبيعة الحال فالمقابلة النهائية بين فريق الوداد وفريق الأهلي المصري فهي مقابلة لصعيبة، فبطبيعة الحال فكاين واحد الاختلاف كبير. فكلشي تعرف المستوى ديال الفريق الأهلي هذا الموسم فهو مستوى اللي كبير كبير كبير، وتنظن بأن المستوى ديال الأهلي فهو كيتطور مع التطور ديال المقابلات وكذلك ديال المجموعة. اما بالنسبه للفريق الوداد البيضاوي فهو كيف تعرف الجميع ففيه متغيرات كثيره، فكيف تعرف لا الجمهور ديال الاهلي ولا الجمهور ديال فريق الوداد، فاربع مدربين اللي تعاقبوا على الفريق الوداد هذا الموسم، فتنظن بان هذه المساله ماشي هي سهله. فكل شيء تعرف بان كل مدرب فهو عنده طريقه والنهج التكتيكي ديالو، فتنتمنى ان هذه المقابله تكون في واحد المستوى الكبير اللي تشرف الكره المغربيه وكذلك المصريه والكره العربيه بصفه عامه. خليني اسالك بدايه، يمكن دي العلامه الاساسيه، نقطه علامه الاستفهام الاساسيه، ليه قام الوداد بتغيير هذا العدد الكبير من الاجهزه الفنيه في موسم واحد، على الرغم ان هم كلهم الحقيقه اسماء كبيره وليها خبره في الكره الافريقيه؟ اعتقد التونسي عبد الكريم النفطي تولى مسؤوليه، خوان كارلوس جاريدو في وقت من الاوقات، وصولا ل سفين فاندر بروك طبعا المدير الفني البلجيكي الحالي. تنظن الصوره ديال فريق الوداد هذا الموسم فهي صوره ماشي جيده 100%، فكل شيء تعرف الضغط الجماهيري، فبالرغم من النتائج الايجابيه فما كاينش واحد الاقناع من الناحيه الفنيه، فتنظن بان لا المكتب المديري ولا الرئيس هم ارتأوا انهم يغيروا هذ المدربين كاملين باش يمكن يعطيوا واحد الاضافه وكذلك واحد الثقه بالنسبه للجمهور ولا اللاعبين. فتنظن بعد الالتحاق ديال المدرب البلجيكي زفان فتنظن بان الفريق فهو تغير بشكل كبير، لا من الناحيه الفرديه ولا من الناحيه الجماعيه، فتنظن بانه كان تغيير اللي هو ايجابي. فكل شيء تعرف بان بعد الحلول ديال هذا المدرب فالحمد لله فالفريق الوداد الرياضي ما نهاجمش في المقابلات، هذا يعني بان المدرب فهو تيشتغل بواحد الشكل جيد وكذلك تيشتغل لا من الناحيه الدفاعيه ولا من الناحيه الهجوميه. هل تعتقد انه فتره شهر تعتبر كافيه؟ طبعا يمكن انا كان ليا لقاء مع سفين فاندر بوك هنا في السادسه، كنا قابلناه بس في الوقت ده طبعا ما كانش بيتولى مسؤوليه الوداد، وكان واضح جدا من كلامنا معاه انه الراجل ملم بشكل عام بالكره الافريقيه وملم بشكل خاص بفريق النادي الاهلي وبنجوم النادي الاهلي ومواطن القوه فيه، لكن هل تعتقد ان شهر تعتبر فتره كافيه لمدير فني عشان يقدر يخوض بطوله نهائي بطوله مهمه بحجم الشامبيونز ليج في مواجهه عملاق قاره افريقيا النادي الاهلي؟ فتنظن بان كيف تكلمت يا استاذ احمد فتنظن بان شهر ماشي كافي، ولكن تنظن بان الخبره ديال زمان فانه ما غاديش يديروا واحد التغييرات اللي كبيره باش يمكن انه يلخبط الاوراق ديال فريق الوداد الرياضي. فكل شيء تعرف بان زمان انه اشتغل في المغرب واشتغل مع الجيش الملكي فعنده واحد القراءه واحد الصوره بالنسبه لا للاعبين ولا الفريق الوداد، وتنظن بان زمان فانه كان مستعد بالخبره ديالو وكذلك كان متبع الفريق، وتنظن بانه كان على علم انه غادي يلتحق بالفريق ديال الوداد الرياضي في وقت من الاوقات. فبالنسبه لي فهو جات فرصه اللي فرصه ذهبيه، كلشي تعرف بان فريق الوداد الرياضي فهو في نصف النهايه ديال كاس العرش وكذلك ثاني على بعد نقطه مع الجيش الملكي في البطوله، وكذلك انه احتل الربع النهائي نصف النهايه في كاس افريقيا للابطال، تنظن بانه عنده فرصه سانحه باش يكتب التاريخ ديالو وكذلك البالماريس ديالو انه يكون متوج بعدد من الالقاب مع فريق الوداد الرياضي. تفتكر ايه السيناريو اللي بيجهزه فان دن بروك لمواجهه الاهلي هنا في القاهره مباراه الذهاب؟ يعني وايه هي النتيجه اللي يسعى لتحقيقها الوداد المغربي في لقاء القاهره؟
فتنظن بأن المقابلة الحاسمة ستكون مدينة طابطة هذا بشكل عادي، فكل شيء تعرف بأن القوة ديال الفريق الوداد فهي في الجمهور ديالو وكذلك في الملعب ديالو، فتنظن بأنه ما غاديش يكون مندفع وأنه غادي يقلب باش يحقق واحد الانتصار أكثر من أنه يقلب أنه يحافظ على النظافة ديال الشباك ديال فريق الوداد الرياضي. فتنظن بأنهم هادو سيناريوهات كثيرة انهم غادي يديرهم قدام المدرب البلجيكي فلان. فتنظن بان بالنسبه لي فهو عنده قراءه، كل شيء تعرف المدرسه البلجيكيه فهو مدربين اللي تيكونوا في المستوى الكبير، فنظن بانه تكون واحد القراءه جيده للفريق الاهلي، وكذلك ما غاديش يتفرع ولا غادي يدافع باش يمكن انه يعطي جميع الاوراق ديالو في المقابله. فنظن بان المقابله ديال الترويطه فهي اللي غادي تكون مقابله حاسمه في هذا النهائي اللي هو فريد من النوع ديالو، كذلك هو الثاني نهائي بين الاهلي وبين الوداد الريالي. انت شايف ان مباراه العوده في الدار البيضاء تدي افضليه لفريق الوداد؟ بطبيعه الحال، فكل شيء تعرف بان بالرغم من ان فريق الوداد الرياضي انه تيكون في الاسوء ديال الحالات ديالو، فهو تنتصر في الميدان ديالو، فهو راجع الى القوه وكذلك ديال الجمهور، وخاصه فصل الوينر اللي تيلعب واحد الدور اللي كبير، وكذلك اللاعبين فهم تيكونوا متحمسين بشكل كبير في مدينه الدار البيضاء. هذا ما تعنيش بان المقابله غادي تكون في مثال تكون سهله، فهي صعبه، فللاعبين ديال فريق الوداد الرياضي اللي عندهم واحد التجربه كبيره في المنافسات، وكذلك لاعبين اللي لعبوا مع المنتخب الوطني. فتنظن بان فريق الوداد الرياضي هذا الموسم فهو في هذا الشهر الاخير فهو في احسن الحالات ديالو، لا من الناحيه التكتيكيه ولا من الناحيه الفنيه وكذلك من الناحيه البدنيه. فتنظن بان المقابله غادي تلعب على جوج ديال الاشواط، شوط في مصر الشقيقه وكذلك شوط في مدينه الدار البيضاء اللي غيكون حاسم بشكل كبير. طيب تسمح لي اعرض عليك راي ميغيل جاموندي المدير الفني السابق لفريق الوداد وفريق سان داونز، كان ضيفي مكانك هنا في نفس البرنامج امبارح، كنت بتكلم معاه على المقابله، وطبعا هو يعني عارف بشكل كبير جدا حجم ومكانه الفرقتين، ودرب الوداد ودرب سان داونز ومدرك تماما لكل التفاصيل الخاصه بالنادي الاهلي. كان من رايه انه الوداد السنه دي نسخه اضعف بكتير من نسخه الوداد اللي قابلت الاهلي في نهائي دوري الابطال الموسم اللي فات، وشايف انه الفريق بيعاني من مشاكل كتير، وانه في كتير من اهم اللعيبه او نجوم الفريق ابتعدوا عن مستواهم لاسباب مختلفه. رايك في ده ايه، وهل بتتفق معاه ولا ليك وجهه نظر اخرى؟ بطبيعه الحال، فكل موسم عنده الخصوصيه ديالو وعنده المسائل الايجابيه والسلبيه، فبطبيعه الحال فمتفق مع الراي ديال كاموندي وكذلك المدرب ديال سان داونز. فتنظن بان بعض اللاعبين فهما ابتعدوا عن الفورما، ولكن بالرغم من ان هناك ابتعاد عن الفورما وكذلك عن الصوره الجيده، ففريق الوداد البيضاوي فهو تحقق انتصارات، فهذا هو اللي تم تنتشروا ليه. فبالرغم من ان الوداد ما تيكونش في واحد المستوى من الناحيه الفنيه، فهو تحقق نتائج ايجابيه، وخير دليل المقابلات اللي جراهم مع سان داونز لا في مدينه الدار البيضاء ولا كذلك في جنوب افريقيا، فشفتي ان جوج صورات اللي مختلفين، صوره ديال الفريق اللي لعب في جنوب افريقيا بالرغم من انه لاعب خارج الميدان فحقق نتيجه ايجابيه بالرغم من القوه ديال سان داونز اللي كان هو من بين المرشحين انهم يفوزوا بهذه النسخه. في رايي يمكن دي تكون افضل مباراه اداها فريق الوداد في مشواره في بطوله افريقيا السنه دي، مش عارف لو ليك وجهه نظر ثانيه ولا لا، بس هي بطبيعه الحال فلا فريق الوداد ولا فريق الاهلي فالمستوى ديالهم فهو تطور بشكل كبير مع تطور مع مرور المقابلات، ف كل مقابله ما تتشبهش المقابله، فالمقابله النهائيه فعندها طقوس ديالها، فعندها عاوتاني عوامل اللي تتحمس اللاعبين، فكل لاعبين تنظن بان كاين بعض اللاعبين اللي ممكن انهم يكون اخر موسم ديالهم مع فريق الوداد الرياضي، فهم غادي يكونوا جاهدين باش يحققوا واحد النتيجه ايجابيه باش ينهيوا المسار ديالهم مع فريق الوداد متوجين بالكاس افريقيا. طيب على مستوى السكواد كابتن يونس، ايه هي الغيابات اللي ممكن تكون مؤثره في صفوف الوداد قبل مواجهه يوم الاحد القادم،
ومين اللاعبين اللي انت بتشوف ان هم ممكن يكونوا مفتاح نتيجه ايجابيه لفريق الوداد في مواجهه القاهره؟ فتنظن ما كانش بعد المقابله اللي جراها فريق الوداد هذا الاسبوع مع فريق تطوان اللي هو انتصر بجوج 2-0. صفر، فتنظن 2-0، فما كانش غيابات بالرغم من غيابات ديال التكناوتي اللي هو غياب اللي هو كان طويل، ولكن بالرغم من الغياب ديالو فالحارس مطيع، فهو كان في واحد الصوره اللي جيده وعطى انطباع جيد المستوى ديالو. تنظن بان الفريق الرياضي فهو مكتمل الصفوف ديالو جميع اللاعبين بالرغم من بعض الاصابات الخفيفه، لا من زولا ولا سامبو، كل شيء لاحظ الانصدام ديالهم في المقابله ضد سان داونز، فجوج لاعبين فهم تيتمرنوا بشكل عادي وكذلك اجروا المقابلات الاخيره. فتنظن بان فريق البيضاوي جميع اللاعبين راهم في حاله جيده، وكذلك المدرب البلجيكي فهو عنده خيارات كثيره باش يمكن انه يقحم لاعبين في وسط الميدان ولا الدفاع وكذلك الهجوم، فكاين خيارات كثيره. حسين بن عياده جاهز للمشاركه في مباراه الحد؟ فما تنظنش فعياده تنظن بانه غاب، ولكن ماشي شي لاعب اللي اساسي ولا عنده واحد الدور كبير في المجموعه ديال فريق الوداد، فتنظن بان الغياب ديالو ما غاديش يطرح واحد الاشكال كبير. انت تراهن على مين في مباراه الحد اللي جاي بالنسبه لفريق الوداد؟ مين اللعيبه اللي ممكن تشوف انها مفاتيح لعب سفين فاندن بروك في مواجهه الاهلي في القاهره؟ فتنظن بان القوه ديال فريق الوداد الرياضي فهي في القوه في المجموعه، فتشوف في المقابلات ما كاينش لاعب اللي ممكن اننا نقولوا هو المفتاح، فجميع اللاعبين فهم تيسجلوا اهداف. فشلنا في المقابلات الاخيره لا المدافعين ولا وسط الميدان ولا المهاجمين فهم تيسجلوا في الاونه الاخيره، فشفنا المدافعين هما اللي تيسجلوا، فشفنا المقابله ديال سان داونز شفنا العملود، في المقابله ديال تطوان الاخيره فشفنا بن عط اللاعب فرحان وكذلك عطية الله فهم سجلوا. فتنظن بان ما كاينش لاعب اللي تيخلق الفرق اكثر من ان المجموعه وهي اللي تدير الفرق بالنسبه لفريق الوداد الرياضي، زياده على ذلك التالق ديال الحارس المرمى، فتنظن بان مطيع في هذه المقابلات الاخيره فبين على واحد المستوى اللي كبير، فتنظن بان هذو هما المسائل اللي يمكن انه يديروا الفرق ويعطوا القوه لفريق الوداد الرياضي. تتوقع انه تشكيله الوداد تكون اقرب، تشكيله الوداد في مواجهه الاهلي في مباراه القاهره هنا تكون اقرب لتشكيلته في مواجهه اللي لعب بيها في مواجهه سان داونز في جنوب افريقيا؟ فبطبيعة الحال فكل شيء شاف بان لا وسط الميدان، المشكل اللي كاين في فريق الوداد وعدم الاستقرار هو في وسط الميدان، فمره كيلعب جبران، مره يلعب الداودي، مره يلعب حسوني، حيمود، الجعدي، فما كاينش واحد الاستقرار بالنسبه للتريو اللي كاين في ميليو تيرا في وسط الميدان، فهذا الشيء على حسب السيناريوهات ديال المقابله، فالمدرب كل مقابله فهو تيقحم اللاعب المناسب على حسب الظروف ديال المقابله وكذلك على حسب المتطلبات ديال المقابله. فتنظن بان ما غاديش يكون غادي في هذه المقابله، ما تنظنش بان حسوني غادي يقحموا في هذه المقابله، وتنظن بان الثلاثي غيقتصر تنظن بالنسبه ليا ما بين الداودي وجبران وكذلك الجعدي وبنسبه اقل حيمي. مواجهة الأهلي والوداد ليست المواجهة المصرية المغربية الأولى في البطولة، الأهلي قابل الرجاء في دور الثمانية، عايز أعرف كنت بتشجع مين، الأهلي ولا الرجاء؟ بطبيعة الحال فإحنا كمغاربة بالرغم من كاين واحد التعصب بين فريق الوداد وفريق الرجاء، فبطبيعة الحال إحنا كمغاربة فلا بد أننا نشجعوا الفرق المغربية، وهذا ما تعنيش بأن كذلك تنحبوا الفرق المصرية اللي عندنا واحد العلاقة أخوية ما بين الفرق المصرية وكذلك الفرق المغربية وكذلك العلاقة ما بين الإخوان المصريين، فالحمد لله إحنا كعرب عندنا واحد الثقافه ديال الاحترام ديال ثقافه الاخرين وكذلك الشعوب، والحمد لله ما عندناش اشكال مع جميع الدول. يا رب دايما يا رب دايما. طيب خاصه الشعب المصري.
طبعا، واحنا كل الاحترام والتقدير لاشقائنا في المغرب. الحقيقه يعني الشعب المغربي واحد من الشعوب القريبه جدا من قلوب كل المصريين. طب خليني اسالك على الاهلي شويه بقى، ازاي؟ ما اعرفش تابعت الاهلي والترجي ولا لا في الدور قبل النهائي. مكسب الاهلي في تونس بنتيجه 3، مكسبه في القاهره بنتيجه 1. اجمالا يعني الاهلي في الادوار الاقصائيه ازاي شفته يا كابتن يونس؟ وخليني اعرف برضو منك توقعاتك للمواجهه بتاعت القاهره، هل تتوقع انها تكون مواجهه حاسمه ولا هننتظر او هينتظر الفرقتين لمواجهه الدار البيضاء؟ فانت نظن بان الفرق الاهلي فهو من بين الفرق الكبيره في مصر وكذلك في على المستوى الافريقي، فتنظن في الاونه الاخيره فكان الفرق كان في المستوى الكبير، فتنظن بان كيف قلت لك المقابله الفاصله غادي تكون ان شاء الله المدينه الضاربه، لان الفريق المصري فهو غادي يدير الحيطه والحذر باش يمكن ان، حيث كل شيء تعرف بان تسجيل الهدف في مصر فهو عنده واحد القيمه كبيره، فتنظن بانه ما غاديش يكشف على الاوراق ديالو كاملا، فتنظن بان النهائي الحقيقي فغيكون في مدينه الدار البيضاء، وتتمنى ان المقابله تكون في واحد الجو رياضي، ودائما فالمقابلات بين الاشقاء المصريين فهي تكون الحمد لله في واحد الجو اللي هو رياضي كيسود واحد الاحترام، وتتمنى نعطي واحد الصوره الايجابيه للكره العربيه وكذلك الكره المصريه والمغربيه على الصعيد الافريقي وعلى الصعيد العالمي. بشكرك شكرا جزيلا كابتن الكبير يونس منقري، نجم الوداد ونجم المنتخب المغربي السابق. نتمنى لقاء يليق باثنين من اقطاب الكره الافريقيه ان شاء الله، ويشرف الكره العربيه كلها. كل الشكر ليك، وتحياتي طبعا للاشقاء في المغرب والمنتخب المغربي. فيليسيتاسيون زي ما بيقولوا بالفرنسي على العروض القويه طبعا والنتيجه العظيمه اللي حققها في كاس العالم. ان شاء الله. ميرسي بوكو استاذ احمد، وكنتمنى ان نكونوا في المستوى، وكذلك نتلاقاو ان شاء الله في اقرب وقت ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. ومرحبا في مدينه الدار البيضاء. اهلا وسهلا بيك دايما كابتن يونس منقري، طبعا نجم الوداد والمغربي، تعليقا على رايه في مباراه الاهلي والوداد، قطبي الكره الافريقيه الحقيقه في السنوات الاخيره. دايما الحقيقه الاهلي طبعا حاضر في اخر 7 نسخ من نهائي دوري الابطال، حضر في 6 نهائيات، والوداد ايضا الحقيقه حضر في كتير من النسخ، اخرها طبعا تتويجه بالنسخه الاخيره من دوري الابطال، في انتظار لقاء جديد يوم الاحد اللي جاي. طيب ايه اخبار المحترفين المصريين في الخارج؟ فاصل ونعرف ايه الاخبار. لان القصه اكتر بكتير من مجرد عقد بيتمضي وتيشيرت بيتلبس، فكره الاحتراف اللاعبين المصريين في الخارج تقاس دايما بحجم المشاركه او مساحه المشاركه وحجم التاثير. في نهايه موسم تعالوا نبص كده على ارقام مشاركه لاعبينا المصريين المحترفين في مختلف الدوريات الاجنبيه، وتعالوا نشوف حصيله الموسم بالنسبه لهم ايه. والبدايه مع صلاح، يمكن ما يكونش واحد من افضل مواسم محمد صلاح، لكن ما تزال ارقامه وتأثيره في فريق ليفربول في منتهى الجودة. خلينا نقول أنه صلاح شارك الموسم ده مع ليفربول في 38 مباراة، أحرز فيهم 19 هدف وصنع 12 هدف، ودي نسبة كبيرة جدا حتى لو لم يحقق لقب الهداف. هو واحد من أكثر اللاعبين تأثيرا في صفوف ليفربول، ونجمهم الأول على مستوى الفعالية الهجومية. متوسط التصويب في المباراة 3.3 تصويبة في المباراة الواحدة، صناعة فرص مؤكدة 15 فرصة، متوسط التمرير في كل مباراة 23 تمريرة بنسبة دقة 78%، متوسط المراوغات 1.3 مراوغة في المباراة، نسبة نجاح 41%، التواجد في تشكيلة الأسبوع تواجد مرتين، والبطولات اللي حصل عليها مع ليفربول بطولة السوبر الإنجليزي على حساب المان سيتي، وتقييمه العام في الموسم الحالي 7.15 درجة. النني اللي طبعا موسم يعني مش عايز أقول للنسيان، لكنه طبعا موسم حقيقة كان ضعيف جدا فيما يتعلق بمشاركة نيلي مع الأرسنال. شارك النني مع الأرسنال الموسم ده في 5 مباريات فقط لا غير، متوسط الدقائق في كل مباراة شارك فيها 23 دقيقة، متوسط التمريرات 11.4 تمريرة بنسبة دقة 95%، متوسط التمريرات الطولية 0.8 بنسبة نجاح 80%، تقييم العام في الموسم 6.6 درجة. وأرسنال طبعا هو وصيف الدوري الإنجليزي، وتأهل بالفعل للمشاركة الموسم اللي جاي في دوري الأبطال. ولسه في انجلترا، وسام مورسي، سام مورسي إبسويتش تاون طبعا اللي صعد لليج 1،
بعد ما كان في الشامبيون شيب تصدر السنه دي مع وسام مرسي الحقيقه كان واحد من اكثر لعيبه فعاليه مع الفريق فريق ابسوتش تاون، شارك في 44 مباراه، مشاركات كاساسي 44، اهداف 4، تسجيل طبعا، صناعه اهداف 5 اهداف، متوسط تصويبه على المرمى 1.6 واهدار فرص مؤكده مره واحده، صناعه فرص مؤكده 4، متوسط التمرير 51، نسبه دقه 83%، متوسط تمرير طولي 3.1 في كل مباراه بنسبه نجاح 47%، معدل التحامات ارضيه 4.1 55%، معدل التحامات هوائيه 0.8 بنسبه نجاح 55%، متوسط مراوغات تقريبا مره واحده في كل مباراه بنسبه نجاح 73%، تواجد في تشكيله الاسبوع مره واحده على مدار الموسم، وتقييم عام 7.12 درجه، وفريقه زي ما قلت لحضراتكم صعد لدوري الدرجه الاولى الانجليزي. عندنا بريمير ليج، ليج 1، وعندنا طبعا تشامبيونشيب. نروح لمرموش في المانيا، النجم المصري اللي مضى بالفعل وانتقل وسيلبس الوان او يرتدي الوان اينتراخت فرانكفورت بدايه من الموسم القادم. عمر مرموش النجم المصري الموسم الحالي كان بيلعب في فريق فولفسبورغ وشارك في الدوري او في يعني مع فريقه في 33 مباراه، منهم 15 مباراه مشاركه كاساسي، متوسط دقائق اللعب على مدار الموسم 45 دقيقه في كل مباراه، الاهداف ليه 5 وصناعه الاهداف ليه صناعه هدف وحيد، متوسط التصويب على المرمى 1.5 تصويبه في المباراه، صناعه فرص مؤكده 2 في كل مباراه، اهدار الفرص المؤكده 5، متوسط التمرير 9 بنسبة دقة 68%، متوسط تمرير طولي 0.4 بنسبة نجاح 95%، متوسط مراوغات 1.2 بنسبة نجاح 43%، تقييمه العام على مدار الموسم 6.6 درجة. ومرموش طبعا هيترك فولفسبورغ وينتقل او انتقل بالفعل لاينتراخت فرانكفورت. تريزيجيه المتألق مؤخرا مع ترابزونسبور، محمود تريزيجيه الحقيقه يمكن انتقل لترابزونسبور بدايه من الموسم الحالي، كان ترابزونسبور فيها حامل لقب بطوله الدوري التركي، شارك تريزيجيه مع فريقه في 29 مباراه منهم 22 مباراه كاساسي، متوسط دقائق لعبه 76 دقيقه، الاهداف 10 منهم طبعا بالمناسبه الاحصائيات دي او الارقام دي بتستثني مباراته الاخيره اللي لعبها امبارح، يعني اجمالي المشاركات 30 مباراه، متوسط دقائق اللعب 76 دقيقة، أهدافه 10، هو ما سجلش امبارح حاجة، صناعة أهداف 2، متوسط تصويب 3.3 تصويبة في كل مباراة، وصناعة فرص مؤكدة 4، إهدار فرص مؤكدة 7، متوسط تمريره 22.7 تمريرة في كل مباراة بنسبة دقة 82%، متوسط مراوغات 0.9 بنسبة دقة 29%، متوسط تمريرات مفتاحية 1.3 تمريرة في كل مباراة، والتواجد في التشكيلة المثالية في الثلاث أسابيع من البطولات أو من عمر البطولات التركية، تقييمه العام في الموسم تقريبا يصل لسبعة درجة، 7 طبعا من 10. لسه في تركيا مع أحمد حسن كوكا المصاب والمستبعد طبعا أو الغائب، مش هو المستبعد، الغائب عن تشكيل منتخب مصر بسبب الإصابة. أحمد حسن كوكا هو لاعب ألانيا سبور تركي، شارك مع فريقه 24 مشاركة منهم 21 مشاركة كأساسي، متوسط دقائق اللعب 75 دقيقة، أحرز في الموسم الحالي 10 أهداف وصنع هدف وحيد، متوسط التصويب على المرمى 2.3 تصويبة، صناعة فرص مؤكدة 2، متوسط التمرير 13.8، ومتوسط التحامات هوائية 1.4 منهم نجاح في 40%، اهدار فرص مؤكدة 11، والتواجد في التشكيلة المثالية مرة وحيدة، وتقييمه على مدار الموسم 6.84% درجة من 10. فرنسا اف سي نونت الفرنسي مصطفى محمد نجم المنتخب المصري اللي خلاص رسميا انتهت علاقته بفريق نونتو بالليج 1 او بالدوري الفرنسي وسيعود مرة اخرى للدوري التركي. مصطفى شارك مع نونت 36 مباراة، مشاركة كأساسي في 18 مباراة منهم، متوسط دقائق لعب 54 دقيقة، سجل 8 أهداف على مدار الموسم وصنع هدفين، متوسط المحاولات على المرمى 1.6 محاولة، إهدار فرص مؤكدة 6، صناعة فرص مؤكدة 3، متوسط التمرير 5.9 بنسبة نجاح 63%، متوسط التحامات هوائية 2.1 بنسبة نجاح 46%، تقييم عام 6.85% درجة على مدار مشاركاته في الموسم، ونونت حاليا حصل على وصافة كأس فرنسا للموسم الحالي.
البطل العميد اتحاد جدة بطل الدوري السعودي وقائده أحمد حجازي المتعملق والمتألق مع اتحاد جدة، موسم أكثر من رائع لحجازي الحقيقة السنة دي، شارك 28 مباراة مع اتحاد جدة، ال 28 مباراة لعبهم كأساسي، متوسط دقائق اللعب 90 دقيقة، أهداف أحرز 4 أهداف وصنع هدف وحيد، متوسط التمريرات 43.2 بنسبة دقة 87%، متوسط تمرير طولي 5.3 بنسبة دقة 75%، إفساد هجمات للمنافس 17 ومتوسط التحامات أرضية 1.5 بنسبة نجاح 67%، متوسط التحامات هوائية 1.8 كروت صفراء 6، والتواجد في التشكيلة المثالية للدوري السعودي 6 أسابيع، وتقييمه العام 7.2 درجة. طارق حامد نجم المنتخب المصري ونجم اتحاد جدة السعودي، موسم رائع لطارق حامد، بدايته هجوم وانتقادات على إدارة الاتحاد، ثم أثبت طارق الحقيقة جدارته في صفوف اتحاد جدة، بقى واحد من أعمدته الأساسية إلى طبعا أن أصيب وابتعد عن مشاركة. شارك مع الاتحاد 23 مباراة، ال 23 مباراة كأساسي، متوسط دقائق اللعب 87 دقيقة، صناعة فرص مؤكدة 2، متوسط تمرير 58.8 تمريرة بنسبة دقة 92%، متوسط تمرير طولي 3.1 تمريرة بنسبة دقة 74%، متوسط إفساد هجمات للمنافس 0.6، التسبب في ركلة الجزاء مرة واحدة، متوسط التحامات أرضية 3.8 في كل مباراة، نجح تقريبا في 52% منهم، 5 كروت صفراء، كارت 1 أحمر، والتقييم العام 7 درجة، واتحاد جدة طبعا هو بطل الدوري السعودي. دي أخبار محترفين أو حصاد محترفين في الموسم الحالي، أرقام في بعض الأوقات على مستوى المشاركة والفعالية زي صلاح، زي تريزيجيه، زي طارق وحجازي في أعلى مستوياتها، وتقدر تقول أنه موسم يعني متوسط أو جيد بالنسبة للاعبين زي عمر مرموش ومصطفى محمد، أما النني فما تقدرش تعتبرها مشاركة فعالية مع الأرسنال، ونتمنى له الأفضل في الموسم اللي جاي. فاصل ونرجع نفتح ملفات الأهلي والوداد. تفائلوا بالخير تجدوه. شوفوا أنا ببتدي معاكم حلقة النهاردة أنه ما زالت قنوات الاتصال مفتوحة فيما يتعلق بالحضور الجماهيري إن شاء الله في مباراة الحد اللي جاي، وهو على الهواء قبل ما نختم الحلقة وقبل ما نخلصها بقول لحضراتكم أنه كان في تواصل بين دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وسيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية فيما يتعلق بالحضور الجماهيري، وتم الاتفاق على زيادة أعداد المسموح بها لحضور المباراة. حتى اللحظة وبشكل رسمي ما تمش الإعلان عن حجم الزيادة، لكن بإذن الله أملنا يعني في ربنا كبير طبعا، أعتقد مناسبة يعني مهمة جدا لكل مصر مش بس الأهلاوية، وإن شاء الله إن شاء الله عندي ثقة بإذن الله إن شاء الله إنه صورة الاستاد، شكل الاستاد، شكل الحضور الجماهيري، أداء الجمهور في المباراة هيبقى حاجة مشرفة بإذن الله لمصر، وواحد من أهم أسباب حسم الأهلي لمواجهة النهائي قبل ما نروح لكازابلانكا. طيب خلينا نتكلم على مواجهة كازابلانكا، وحشني كتير، وخليني اقول كمان وشه حلو، هو جايب معاه اخبار حلوه. فاروق عصام بيشرفني النهارده بعد غياب كتير عن السادسه، واحد من الناس اللي بحب اسمعها جدا واسمع ارائها واسمع رؤيتها خصوصا فيما يتعلق باللقاءات الكبرى، هو ضيفنا النهارده في السادسه. ليك وحشه يا بطل. وانت ليك وحشه يا احمد، دايما ببقى مبسوط ان موجود معاك ومع جماهير النادي الاهلي. طبعا في البدايه بعزي كابتن اسلام الشاطر في وفاه والده، يعني ربنا يرحمه ويغفر له يا رب ويجعل مسواه الجنة. ومبسوط دايما ان انا ببقى معاك. جاي في توقيت هو الاهم على مدار الموسم، مواجهه كلاكيت تاني مره، الاهلي والوداد كانوا برضو نهائي دوري الابطال السنه دي مع اختلاف الظروف والملابسات، السنه دي في تكافؤ فرص، في عداله ومساواه، البدايه في القاهره ثم العوده في كازابلانكا. اجمالا كده شايف، خليني اخد منك تقييم للفرقتين الاول قبل ما اشوف اروح للسيناريو ماتش الحد اللي جاي، شايف ازاي مشوار الفرقتين في البطوله يا فاروق؟ خلينا نقول ان مشوار الوداد في البطوله كان مشوار مش ممتاز قوي ومش سيء، هو مشوار يعني مشوار متوسط او يعني فوق المتوسط بشويه، هو واحد من افضل الفرق الدفاعيه في البطوله، ولما نستعرض الارقام هنلاقي ان هو الفريق الاقل لاستقبال الاهداف، وده اللي ميزه شويه في البطوله وقدر ان هو يصعد بيه لمراحل متقدمه. كنت متوقع انه يوصل النهائي على حساب كايزر تشيفز. هقول لك حاجه، الوداد قبل سفين ما يجي حاجه، مع جريدو كان حاجه، وحاليا الوداد حاجه تانية خالص. الوداد الحالي شايف انه زين فاندنبروك عمل تحول في فتره شهر،
لانه سفين كانت في مطالبات كبيره جدا من جماهير الوداد ان هو يجي من بعد اقالته او من بعد رحيله بمعنى اصح من الجيش الملكي. من الجيش الملكي، لان هو كان معروف في الدوري المغربي ان هو افضل مدرب، بصمته ما قدرش يحقق انجازات كبيره مع الجيش، لكن هو الجيش حتى قبليه ما كانش الفريق اللي بيقدر ياخد بطولات، لكن هو نافس على البطولات الدوري المحلي وقدر يرجع تاني بالجيش للبطولات الافريقيه. والجماهير المغربيه كلها سواء جماهير الرجاء او الوداد كانت عارفه ان سفين واحد المدرب البلجيكي طبعا واحد من افضل المدربين الموجودين في قاره افريقيا، ولما راح السعوديه كان في مطالبات حتى مع جريدو اللي قدر يحقق نتائج ايجابيه ويصعد بالفريق لنص النهائي، كان في مطالبات ان هو يجي تاني الوداد لان كان في كلام عن الرجاء وفي مفاوضات تاني مع اكتر من نادي في المغرب. فالوداد سبق وقدر يجيبه في وقت حرج، ما حدش توقع انه فريق صعد نص النهائي وفريق مكمل في بطوله افريقيا، النتائج المحليه شويه فيها تراجع، لكن كان قرار جريء انه يتعاقد مع سفين، لانه في الملعب انت لو شفت نتائج الوداد ممكن شويه نتائج بتروح وتيجي، لكن في الملعب الاداء كان يعني مش افضل حاجه، الجماهير ما كانتش راضيه عن الاداء تحديدا الاداء المحلي، فكان التعاقد معاه فرق بشكل كبير، لانه لما جه كمان فرق مع اللعيبه معنويا ونفسيا، وبدات الوداد هي معاها نفس الفرقه اللي كانت اغلب الفرقه اللي كانت بطل افريقيا وحقق الدوري المحلي، فما كانش في تغييرات فنيه كتير، لكن شويه كان في تاثر معنوي لعيبه الوداد، ولما جه سفين رفع المعنويات بشكل كبير، قدر ان هو يحقق فوز اعتقد انه هيفرق جدا جدا مع الوداد حتى في المستقبل، الفوز على صن داون مباراه كانت صعبه جدا، كانت عنق زجاجه بالنسبه للوداد. هو مفس هو هو يتأهل. هو تخطى صن داون، هو يتأهل. يفوز على صن داون قدر ان هو يتأهل في ملعب صعب جدا، واحد من اصعب الملاعب، لو كان جريدو موجود اعتقد كانت المباراه تبقى محسومه لصن داونز بنسبه كبيره جدا، كان ممكن يكسبوا حتى في المغرب، لان جريدو كان فيه اهتزاز كبير جدا فنيا وفي عدم استقرار في الملعب. هو صحيح تولى المسؤوليه من حوالي شهر او اقل كمان من شهر، لكن في النهايه ما تقدرش تقول ان هو غريب على الكره المغربيه او غريب على الوداد او غريب اجمالا على الكره الافريقيه. انا قابلته هنا في السادسه وهو بيدرب الجيش الملكي، ولما كلمته عن الاهلي في الوقت ده حافظ الاهلي ومفصصه حته حته وعارف كل اللعيبه وعارف مين عناصر الخطوره وعارف مين عناصر المؤثره، فيعني هو مدرب جديد قديم تقدر يعني ما تراهنش قوي على فكره انه تولى المسؤوليه من فتره قصيره، وان ده ممكن يكون عامل حسم في مباراه الحد اللي جاي. وبعدين الميزه كمان الفنيه انه عارف كويس اللاعب المغربي ويقدر ازاي يكسب بفرقه مغربيه اي مباراه، لان التعامل مع الفرق المغربيه سيبك من فرق شمال افريقيا يعني نتكلم على المغرب عموما، انت عشان تكسب بالفرق المغربيه في شويه اسرار وتريكات في الملعب لو لعبت عليها هتقدر ان انت تعمل مباريات جيده وتقدر تقطف المكسب. لحد دلوقتي كل النتائج وانتصارات حتى محليا قدر يفوز في مبارتين في اوقات كمان كان هو مش افضل فريق، يعني ضد المغرب التطواني اتفرجت على المباراه ما كانش هو افضل فريق داخل الملعب، كان المغرب التطواني كان افضل مباراه الاخيره، لكن رغم كده قدر يكسب 2-0 وحقق يعني وهو نفسه في المؤتمر قال انا مش راضي على الاداء الفرقه واحنا كان عندنا مشكله. طب عايز اسالك حاجه، يعني انا هقول لك من وجهه نظر الجمهور واسمع راي المحلل الفني. انا كجمهور لما ببص على ماتشات الوداد او على مستوى الوداد السنه دي تقييمي لي احس ان في دروب عن نسخه الوداد اللي قابلت الاهلي او اللي شاركت في بطوله افريقيا بصرف النظر عن تتويجها، انا بكلمك مستوى وكوره، بحس ان في دروب في الوداد السنه دي عن الوداد اللي كان بيلعب السنه اللي فاتت. خلينا نقول لو رجعنا للعيبه للعناصر اللي في الملعب مين اللي اتغير؟ بنزا المهاجم اللي كان موجود واشرف داري قلب الدفاع طبعا المتمرس وقلب الدفاع الدولي، اتنين لعيبه ما ياثروش على فرقه بالسلب بشكل كبير، ولكن زي ما قلت لك المعنويات شويه اتاثرت، وبعدين انت محقق انجاز محلي وانجاز قاري وصلت للقمه، الحفاظ عليها كان صعب بالنسبه لعيبه الوداد، عشان كده كان في تاثر شويه في بدايه الموسم، ولكن مع سفين بدا الفريق شويه يتدارك نفسه، في تماسك واضح جدا في الخطوط، اللعيبه حتى نجوم الفرقه بداوا يلعبوا بشكل افضل. انت بتتكلم بس اقول الناس دي لقطات من اخر تدريب للوداد قبل ما يركب الطياره ويجي، هم اعتقد يمكن على وصول على وصول بالظبط كده للقاهره، ان هم اتحركوا خلاص وركبوا الطياره من بدري، بس دي لقطات من اخر ده مترجي زهير المترجي يعني. ده زهير صح؟ انا بشوف زهير ده واحد من اللعيبه المهمه في خط انا بشوفه اخطر لعيب في في اكتر من في ناس بتروح لأوناجم، في ناس شايفه أوناجم قوي وأوناجم الوداد بيقولوا يعني هم بيقولوا يعني ان أوناجم الوداد يختلف تماما عن أوناجم الزمالك ده حقيقي، يعني هو أوناجم في مباراه يمكن شويه ضايع انفراد كان سهل جدا، ولكن هو مش هو نسخه أوناجم اللي احنا عرفناها في نادي الزمالك، وحتى قبل ما ينضم لنادي الزمالك كان مع الوداد واحد من افضل الاجنحه الموجوده في افريقيا. فهو لقى نفسه تاني مع الوداد وكمان خد الثقه بشكل كبير وبقى يلعب دلوقتي اساسي مع زهير المترجي قدام، اثنين عناصر طبعا مش سهلين، ولكن انت تقدر بافكار فنيه بسيطه ان انت تحجم هجوم الوداد، وده اللي هنتكلم عنه. هيهاجم الوداد هنا؟ تعتقد انه جاي يلعب جيم مفتوح قدام الاهلي ولا جاي يطلع باقل خسائر وهيلعب
جيم مقفل يعني جيم مقفول. يعني من متابعة الإعلام المغربي أنا شايف أنه واضح أنه هم عايزين يخرجوا بنتيجة معينة. اتعادلت تمام، أنا ده اللي أنا عايزه، فرق هدف كمان مش هيخضني، لو خسرت فرق هدف بالنسبة لي في ماتش العودة على ملعبي هقدر أتدارك الموضوع. فهم بيلعبوا على أقل الخسائر، على أقل الخسائر الممكنة في القاهرة، عشان كده ما اعتقدش ان هو هيندفع تماما. طيب، هو اسلوبه في ملعبه حاجه واسلوبه بره ملعبه حاجه تانية خالص. طيب تعال نشوف الارقام اللي معانا، نبدا باللعيبه على مستوى المشاركه والفعاليه. لعيبه الوداد في الموسم الحالي في دوري ابطال افريقيا، الارقام دي مش متعلقه بالموسم اجمالا، بتكلم على موسم دوري ابطال افريقيا. خلينا نبدا مع الحارس المرمى في البدايه، هو يوسف المطيع. تعودنا على التكناوتي اللي كان موجود. ايه قصه التكناوتي يا فاروق؟ يمكن احنا معانا احصائيات الاول. طب يلا ناخد الاحصائيه على الشاشه يلا. هو زي ما قلت لك ان هم افضل فريق دفاعي في البطوله، دخل مروان بس 4 اهداف في 10 مباريات، وده رقم قليل مش رقم كبير، سجلوا 10 اهداف مش أهداف. رقم كبير برضه، مش رقم كبير زي ما قلت لك. هم اعتمدوا اكتر على التنظيم الدفاعي والاداء الدفاعي، اهداف من ضربات ثابته هدف واحد، لكن دايما لعبهم حتى لو مش ضربه ثابته بيقدروا يسجلوا من كرات متحركه عرضية. لكن شبه الضربات الثابته وهي الضربات الراسيه والكرات صحيح. العرضيه. الكورتين بتوع سان داونز كور عرضيه. معانا الكورتين اللي سجلوا منهم يعني اهداف من داخل المنطقه. 73 محاوله منهم 7 اهداف، اهداف من خارج المنطقه 33 محاوله منهم هدف وحيد، اهداف بالقدم اليسرى هدف وحيد، اهداف باليمنى 4، اهداف بضربات راسيه 3، متوسط الفرص المؤكده في المباراه 1.6، 10 اهداف. طبعا في اهداف اون جول، يعني الجون الثاني بتاع سان داونز احرزه مدافع سان داونز في اهدافهم برمان. كلها لو رجعت بصيت عليها شبه بعض كلها. اغلبها شبه بعض. يعني يا تصويب يا كوره عرضيه. تمام، يا تصويب يا كوره عرضيه. متوسط اهدار الفرص المؤكده 1.1، طبعا ارقام حتى في صناعه الفرص واهدار الفرص مش كبيره لان هم ما بيصنعوش فرص كتير. متوسط التصويب في المباراه 10.6، وده رقم عالي لان هم بيعتمدوا على لعيبه وسط الملعب، اغلبهم لعيبه جيده جدا في التصويب، ولازم النادي الاهلي طبعا بعد ماتش النهائي طبعاً. في البلوك ده لازم يبقى بلوك مهم جدا، اسمنت مسلح. واعتقد خلاص يعني تحليل الاداء دلوقتي بالنسبه للنادي الاهلي بقى يعني طبعاً. سهل الماموريه اكتر. متوسط المراوغات الناجحه 7.7، متوسط ضربات ركنية 4.9، متوسط استحواذ 52.1 في المباراة الواحدة طبعا، متوسط تمرير 322 تمريرة في المباراة بنسبة دقة 80%، تقترير 80 وي، متوسط تمرير طولي في المباراة الواحدة تقريبا 30 تمريرة بنسبة دقة أو نجاح 54%. طيب متوسط العرضيات 4.3 كرة عرضية في كل مباراة بنسبة نجاح 24%، يعني كرة واحدة في كل مباراة بتنجح. أنا بتكلم متوسط طبعا، متوسط إفساد هجمات 16.7، متوسط التحامات 52 التحام بنسبة نجاح 51%، متوسط خسارة الكرة 125 مرة في كل مباراة. رقم كبير متوسط خساره الكوره عندهم، رقم كبير لان هو زي ما قلت لك هم بيعتمدوا. هي ارقامهم يعني انا ما حطيتش طبعا في الخانه الثانيه عشان ما اشغلش من دلوقتي بالمقارنات، لكن لو حطيت الارقام دي جنب ارقام الاهلي هيكون شتان الفارق. طبعا النادي الاهلي اعلى فنيا وده واضح، زي ما قلت لك نسخه الوداد اللي قبل سفين كانت بالنسبه للنادي الاهلي لو هتقارن لا الاهلي اعلى فنيا بشكل كبير. انت طالما بتلعب على ملعبك ولما بواجه فريق انا اعلى منه فنيا لازم ما ادلوش التريجرز او العوامل اللي تخليه يقرب من مرمى عندي. العوامل دي بتيجي ازاي؟ اقلل من المخالفات في وسط ملعبي والمخالفات اللي موجوده على حدود منطقه الجزاء، مش بس هم خاطرين في كمان المخالفات اللي بيصوبوها على المرمى بشكل مباشر بسبب وجود الظهير الايسر عطية الله، واحد من افضل اللعيبه اللي بيسدده وسجل حتى هدف في المباراه الاخيره من كره ثابته، وحتى الضربات الثابته اللي موجوده من الجنبين لما بيلعبوها دي الخطوره اللي موجوده. الكروس كمان بتاع الضربات الركنيه، انا في ملعبي ما اديهمش الفرصه ان هم يقربوا من المرمى، ما اديهمش لا المخالفات ولا الضربات الركنيه، مش هيقدروا من لعب مفتوح يسجلوا بشكل كبير. ما اعتقدش ان هم فنيا هيندفعوا هيعتمدوا على اللونج باس، وحتى في الارقام اللي شفناها اللونج باس عندهم عالي جدا مقارنه بالشورت باس، لان هم في خارج ملعبهم قلنا بيلعبوا على جمله واحده، حتى كان بيعتمد جريدو على حميد احداد في المباراه اللي خارج ارضه بسبب سرعته، ولما بيلعب اللونج باس بيقدر يسبق المدافعين، لكن مع سفين شويه اتغير وبدا يلعب المهاجم السنغالي اللي بيقدر يستلم الكوره ويبني شويه اللعب، ولكن ضد النادي الاهلي الكوره مش هتبقى معاهم.
اهم حاجه اهم حاجه انا ما اقربهمش بالمرمى وما اديلهمش الفرصه ان هم يبقوا قريبين او يشكلوا اي خطوره على مرمى النادي الاهلي. طيب نروح للارقام اللاعبين المؤثرين دفاعيا وهجوميا. في البدايه انا عايز اتكلم على حارس مرماهم يوسف مطيع. يوسف مطيع هو فرق معاهم بشكل كبير جدا، ولولاه في ماتش صن داونز خلينا نقول ان هو اولا نجم المباراتين في صن داونز، افضل لاعب في الفرقه من حيث التقييمات، فده دليل ان هو حارس جيد على المستوى المحلي، كمان كان نجم مباراه المغرب التطواني، فهو اغلب المباريات اللي لعبها سبحان الله بقى نجم واتيحت ليه الفرصه. عارفين التكناوتي كان حارس شويه، انا عايز اقول لك ان يوسف المطيع هو افضل من مع ان تكناوتي حارس دولي يعني، لكن يوسف المطيع في المباريات الاخيره اثبت ان هو يعني ادى الوداد قد المسؤوليه. وكان في انفرادين في الماتشين الاخيرين يعني ماتش المغرب التطواني وماتش صن داونز قدر يصدهم وهو اهداف محققه. احنا بنتكلم على حارس اضاف للفريق 28 سنه طوله 193 ويعني بيمتاز بالخروج في الكرات العاليه، جريء جدا. اي انفراد بيخرج بشجاعه بشكل كبير، فيعني احنا بنتكلم على حارس المرمى بس ما شاركش معاهم في كتير في من الماتشات يعني لان هو حارس بديل. ما انا عارف يعني مشاركاته الموسم ده معاهم 5 مباريات فقط لغايه ومحتاجش وقت عشان يثبت نفسه. صحيح. حتى نفس المثال عندنا في النادي الاهلي لما احتاج علي لطفي يبقى موجود، وبعد كده مصطفى شوبير برده اثبتوا كفاءه، فالحارس الجيد اللي عنده شخصيه من المباراه الاولى ليه بيقدر يثبت كفاءته وارقامه. صحيح. حتى بتدل ان هو يعني من افضل اللعيبه اللي موجوده. تواجد مرتين في التشكيله المثاليه في دوري الابطال وخرج 3 مرات من اصل 5 شارك فيهم كلين شيت. حارس جيد. ارقام جيده وحارس جيد. يمكن طيب. بعد كده معانا المهاجم السنغالي بولي سامبو. سامبو ايه القصه بتاع ده؟ هداف الفريق صح؟ هداف الفريق لانه طبيعي لان هو مهاجم، وهي حتى اهداف يعني الاهداف مش عاليه، احنا بنتكلم في 4 اهداف وحواليه اللعيبه حتى المترجي ونجمه لكن هو هداف الفريق على مدار الموسم في كل مش بس في دوري في الابطال كل البطولات في كل يعني المسابقات. اعتقد مسجل معاهم 12 هدف الموسم في الدوري المحلي مسجل اكتر كمان من دوري الابطال. هو مهاجم لو قارناه بنبنزا المهاجم اللي كان موجود في النسخه اللي فاتت هو اقل من بنزا، لان بنزا زي ما كنا عارفين ان هو مهاجم قوي في الالتحامات بشكل كبير شويه. سامبو بيعتمد عنده سرعه افضل من بنزا، يعني هو شكل مختلف ومواصفات مختلفة. عنده 24 سنة مهاجم صغير 183 مهاجم طبعا عملاق، شارك في 9 مباريات سجل 4 أهداف وأهدر 3 فرص مؤكدة. التمريرات عنده مش أفضل حاجة 62% نسبة نجاح التمريرات ودي نسبة قليلة شوية. متوسط تصويب على المرمى 1.8 ومش هو اللاعب اللي بيصوب على المرمى. لو جينا للتصويب على المرمى بنتكلم على لعيبة زي يحيى جبران وعطية الله والمترجي. هو زهير مترجي جاي من إصابة وراجع من إصابة ما لعبش الماتش اللي فات وبس هو موجود. وتمت إراحته وتمت تأهيله للمباراة يعني جاهز، لكن جاهز مع ونجم بنسبة كبيرة هيبقى هو ونجم اللي موجود. شايف ان فرص مشاركته كبيرة في المباراة بنسبة كبيرة هيبقى موجود، ولو ما تواجدش فبديله سيف بوهرة لاعب قوي لاعب سريع لاعب خطير جدا برضو. انا كنت بشوف ان هو بيتم تفضيله شوية عن ونجم مع جاريدو، لكن حاليا ونجم مع سفين هو اللي بيتواجد بشكل اساسي. طيب بعد سامبو معانا يحيى جبران طبعا لعيب معروف طبعًا. بطل واحد من ابطال المنتخب المغربي في واحد من اكثر اللعيبه المميزه موجوده هو وعطية الله 2 لعيبه كانوا موجودين في مع المنتخب المغربي في الدوحه. 31 سنة الكابتن الفريق ولاعب مهم جدا، كان موقوف في الماتش المحلي الأخير ما شاركش في مباراة المغرب التطواني، فهو كمان ما لعبش، فمعدله البدني ممكن يكون جيد عكس اللعيبة اللي لعبت آخر مباراة. مشاركته 10 طبعا شارك هم لعبوا برضو زينا يوم 29 يوم 29 لعبوا تقريبا في نفس اليوم التوقيت. بس هم لعبوا مبارتين النادي الأهلي لعب 3 مباريات هم لعبوا مبارتين النادي الأهلي بس الاثنين وقفوا أو خلصوا مشاركتهم المحلية يوم 29 بالتالي عندهم تقريبا تقريبا يعني نفس الفترة اسبوع 6 ايام عشان يحضروا المباراة بالظبط. الاهداف هدف واحد لان هو لاعب ارتكاز مش مطالب ان هو يسجل اهداف. صناعة الفرص هدف واحد، بيمتاز بالتصويب، تواجد في التشكيلة المثالية طبعا مرتين. متوسط تصويب على المرمى 0.7 اقل من تصويبة واحدة في كل مباراة لانه شوية في الفترة اللي فاتت بقى يتسند له ادوار دفاعية اكتر ما بقاش يتواجد، وبيعتمدوا على زهير المترجي اكتر في وعلى التواجد على حدود منطقة الجزاء. متوسط التمرير بنتكلم على نسبة عالية 87% تقريبا تمرير في كل مباراة نسبة دقة 87% نسبة عالية. التمرير الطولي واحد من أفضل لعيبة بيشبه شوية عمرو السولية في النادي الأهلي. التمرير الطولي بتاعه
60%، وده نسبه للتمرير الطولي جيده، مش سيئه. متوسط المراوغات 86، ما بيراوغش كتير عشان كده النسبه عاليه. معدل ارتكاب الاخطاء 2.7. متوسط الالتحامات 47% التحامات الناجحه، وخمس التحامات. لو هيلعب قبل ما تكمل بقيه الارقام، لو هيلعب بطريقه دفاعيه اكتر، أو هو طريقته المفضله 4-2-3-1، لكن لما لعب قدام سان داونز في جنوب افريقيا وكان محتاج انه ما يخسرش 4-3-3، لعب 4-3-3. مين الثلاثه الاقرب لمواجهه الاهلي في ماتش الحد؟ جبران، وبنتكلم في يعني هيبقى موجود ايمن حسوني او لا بنسبه، يعني هو بيتواجد مؤخرا وساعات لا. يعني ايمن حسوني شويه لاعب هجومي مندفع جدا للامام، بيشبه شويه بن رمضان في الترجي، دايما عنده النزعه الهجوميه شويه، ممكن يسيب مساحات في وسط الملعب. عشان كده الدودي ممكن يبقى موجود، زكريا الدودي بنسبه كبيره يبقى موجود مع جبران. وطبعا زهير، ولا لا زهير هيبقى جناح. الجعدي اللاعب وسط الملعب الثالث هيبقى الجعدي وجبران ودودي. جلال الدودي لاعب دفاعي، واعتقد الثلاثي ده هو الاقرب للتشكيل بتاع خط. الحسوني ممكن ما يبداش بنسبه، ايمن الحسوني ممكن ما يبداش بنسبه كبيره. طيب معانا كمان امين فرحان، ومعانا يحيى عطيه الله. احنا حابين نتكلم اكتر عن يحيى عطيه الله، فخلينا نقول امين فرحان على الرغم ان مشاركاته قليله، لكن الحقيقه برضو واحد من اللعيبه اللي ارقامها كويسه مع هو مش بنسبه كبيره ممكن ما يشاركش. هو سجل في المباراه الاخيره ضد المغرب التطواني وشارك، ولكن بيشارك زولا في المباريات الافريقيه، شارك زولا تمام. طب نروح ليحيى عطيه الله، فممكن ما يشاركش. يحيى عطيه الله طبعا واحد من زي ما قلنا من اللعيبه اللي كانت موجوده في كاس العالم، ولما احتاجه المنتخب المغربي ضد بقى المنتخب الفرنسي وضد نجوم العالم كان واحد من اللعيبه الاساسيه، اللعيبه الجيده اللي قدمت بطوله قويه جدا وانت بتتكلم ان هو احتاجته فجاه في مباراه قويه جدا وقدم كان مرشح ان هو يبقى موجود في الدوري الفرنسي، لكن رغم كده ضغط جماهير الوداد عليه فضل ان هو يكمل الموسم ده كمان بعد كاس في الانتقالات الشتويه، فضل ان هو يكمل لاخر الموسم. لكن بعد نهايه الموسم اعتقد ان هو خلاص متفق في الدوري الفرنسي. 28 سنه، شارك في كل المباريات، ال10 مباريات صنع هدف وحيد زي ما قلنا، سجل في المباراه الاخيره المحليه، تواجد في التشكيله المثاليه ثلاث مرات، واعتقد ان هو الظهير الايسر اللي هيتواجد في التشكيله الاساسيه بعد البطوله كمان. ده بتاع تاو ده لا ده ظهير ايسر بتاع تاو، بتاع بيرسي تاو. هتبقى مواجهه مواجهه مباشره مع بيرسي تاو، بيرسي تاو على يحيى عطيه الله. وغالبا يعني الشحات او عبد القادر اللي هيشوفه مستر كولر هيبقى اعتقد الشحات بنسبه كبيره، هيبقى الناحيه الثانيه العملود برضو واحد من الاظهره الجيده جدا. بن عياده مش موجود الظهير الجزائري، ولكن العملود واحد برضو من الاظهره اللي لا تغفلها، هجوم دفاع بيرتد بشكل كويس، ظهير دولي كمان. فاحنا بنتكلم الاثنين الاظهره عندهم سواء عطيه الله او العملود هي نقطة قوة كبيرة للوداد، ولكن تقدر تستغلها النادي الأهلي لأن هم أظهرة متحركة ما بيثبتوش ورا، مش أظهرة دفاعية بالعكس، لما بتبقى معاهم الكورة بيندفعوا للأمام، وشوية مع الحماس في المباراة هتلاقيهم بيزيدوا، وده ممكن تستغله شوية الأجنحة طمحهم بالظبط، تسحبهم يطلعوا من المنطقة بتاعتهم، وإزاي تخلق بيرسي تاو مع حسين الشحات وسرعتهم، خصوصا إن أنت لو واجهت الاثنين قلوب دفاع مواجهات مباشرة أنت يا هتاخد ضربة جزاء يا هتعدي. بص الوداد الترجي الرجاء الثلاث فرق دول تحديدا يعني لما بتسجل فيهم الاول بيبقى سيناريو المباراه سيناريو تاني خالص، وعلى عكس تماما لو اديت لهم فرصه ان هم يسجلوك فيك الاول مع شمال افريقيا بتبقى الدنيا زي ما قلت لك ما تدهمش اي فرصه يقربوا حتى من المرمى. يعني انت لو تفتكر دور قبل النهائي اللي انت واجهت فيه، انت قابلت الرجاء مرتين في ادوار اقصائيه في بطوله افريقيا السنه دي والسنه قبلها، وقابلت الوداد في قبل النهائي النسخه اللي قبلها، المقابلات سهله جدا يعني فاهم، اللي تبقى شايل همه تلاقي نفسك بتلعب هناك وهنا. على فكره مش بتكلم هنا بس، بتكلم هناك وهنا، تلاقي الدنيا سهله جدا، مجرد ما بتكسب بتفوق بتكسر الحاجز ده الدنيا بتبقى. لو رجعنا لماتش الرجاء هناك، ملعب مرعب جدا، اول ربع ساعه عدت من المباراه خلاص انت افضل. انت ممكن كمان ان انت تستحوذ على الكره في ملعبهم، اول ربع ساعه بتبقى مرعبه ضد الفرق المغربيه، وده شيء معروف، بتلاقيهم حتى اللعيبه بيطلعوا طاقه زياده عن طاقتهم المعتاده في ربع ساعه، لان الجماهير بتبقى متحمسه جدا، بيبقى الملعب كله متحفز ومستني المباراه، واول ربع ساعه بتبقى عنيفه جدا، قدرت ان انت تخرج منها بدون اهداف او بدون ما تستقبل اهداف ده بيفرق معاك جدا في بقيه المباراه. على عكس هنا لو انت ما اديتلهمش الفرصه ان هم يقربوا من المرمى مش هيبقى في منهم اي خطوره، خصوصا ان هم حاليا حتى هجومهم في كلام عن صفقات جديده هتجيلهم في الموسم الجديد، لكن
العناصر الهجوميه بتاعتهم برضو يعني مش افضل حاجه، وخصوصا في المرتدات ما عندهمش اسلوب لعب في المرتدات خطر تقدر تتكلم في خطوره زي سان داونز على سبيل المثال اللي انت كنت بتتكلم في المرتدات، هو باصتين ثلاثه ممكن يوصلوا للمرمى. لا الوداد شويه لو انت قفلت عليهم اللونج بول اللي بتتلعب للمهاجم. اللونج بول دي مين اكتر ثنائي في الاهلي يتعامل معاه من وجهه نظرك؟ طبعا محمد عبد المنعم واحد من افضل اللعيبه اللي بتقرا اللونج بول وبيعرف امتى يغطي وامتى يسيب المهاجم. في جنب منعم تحب تفضل في القاهره؟ انا افضل في القاهره يتواجد متولي بنسبه كبيره شويه، انا حاسس ان ياسر اللي هيبقى موجود ولكن انا اتواجد في القاهره ان انت هتبدا الكره معاك وتحاول تبني من ورا، انا افضل ان يبقى موجود متولي. في ماتش العوده مع شفنا في ماتش الرجاء ياسر كان موجود كان بطل وفي كل الالتحامات، فانا افضل في ماتش العوده ياسر، في ماتش القاهره افضل يبقى موجود متولي مع طيب. نروح ناخد سريعا كده بعض الاحصائيات المرتبطه بمشاركات الوداد في البطوله. واحد من اهم ارقام الوداد في بطوله دوري الابطال السنه دي انه اقل فريق استقبل في البطوله اهداف من 10 مباريات استقبل 4 اهداف، متوسط في مباراه 0.4 هدف في كل مباراه، هو لعب 10 ماتشات استقبل 4 اهداف. ممكن دي من الاحصائيات النادره اللي مش هيتواجد فيها النادي الاهلي من اول 3 او من اول 5 بسبب طبعا مباراه سان داونز هي فرقت شويه في طبعًا. في الاحصائيه دي المباراة لكن دي لو اتشالت الاهلي تروح في حته ثانيه خالص، خصوصا انه لو اتكلمنا من بعد الماتش ده تقريبا مفيش فيه اهداف، مفيش غير هدف وحيد الاهلي اهداف فيها. نروح كلين شيت، كلين شيت 7 للاهلي. الوداد متساوي مع النادي الاهلي بسبب حارس المرمى اللي بيقدر ان هو زي ما قلنا يتصدى للانفرادات بشكل كويس، للتصويبات بشكل كويس، ما عندوش الاهتزاز بتاع بقى بن شرفيه والحارس الترجي اللي شفناه كمان البديل ليه، وحتى تكناوتي كان عنده شويه اخطاء كده مش هتبقى موجوده شويه عند يوسف المطيع، ومن وراهم الترجي طبعا في المركز الثالث. زي ما اتكلمنا الاسلوب المغربي المحفوظ، احنا بنتكلم على دي الفرص المهدره، الفرص المهدره بترو اتلتيكو، دي احصائيه غريبه شويه ان بترو اتلتيكو خارج من بدري ورقم كده 14 فرصه مهدره، 14 فرصه مهدره وهو في الصداره، بعد غير خط هجومه كله، لازم غير مشي الفراوده اللي عندك كلهم كل الفرص مهدره عشان كده ما تاهلوش، عشان كده ما تاهلوش. الرجاء بعد كده ب 12 فرصه، وبعد كده النادي الاهلي والوداد، دايما كل الاحصائيات هتلاقي فيها النادي الاهلي والوداد وده شيء طبيعي لان هم الفرقتين اللي كملوا في صحيح. المباراه هو مستر كولر بعد ماتش سيراميكا كان بيعلق على الفرص المهدره انه رغم انه الاهلي هجومين قوي جدا في افريقيا وفي الدوري المحلي وهو الاقوى خط هجوم في البطولتين وسجل عدد كبير من الاهداف، الا انه نسبه الاهداف اللي تم تسجيلها مقارنه بالفرص المؤكده اللي تم صناعتها نسبة قليلة جدا، ودي واحدة الله يكون في عونه. مباراة الترجي دي اي مدرب بيتفرج على الفرص المهدرة فيها الله يكون في عونه. الله يكون في عونه. طيب نروح للي بعدها، خلينا في اللي بعدها دي عشان عايزين نتكلم عنها، نرجع لها ثانية واحدة تاني بتاعت اللونج بولز، الكرات الطوليه الرجاء دقيقه الرجاء في الصداره ب 35 ده متوسط اعتقد الكرات الطوليه، وبعد كده الوداد. فاحنا بنتكلم اسلوب الانديه المغربيه معروف، لو بصيت على كل الماتشات اللي واجه فيها النادي الاهلي الانديه المغربيه هتلاقي اسلوب لعبهم واحد، بيسجلوا الاهداف بطريقتين، اما التصويب اما الكرات العرضيه سواء من مخالفات او كرات ركنيه او حتى كرات متحركه بس هتبقى عرضيه. بس الحته دي خليني اقول برضو ملاحظه، يعني الاهلي يمكن في المركز الثالث 32 او 33 كره طوليه كل مباراه، قريب قوي من الوداد، بس الحته دي اتطورت قوي مع مستر كولر طبعا، واحد من افضل اللعيبه اللي اللمسه الواحده والكره الطوليه دي مش بس في افريقيا كمان، يعني على مستوى بقى القاره ومستوى عالمي، هو عمرو السوليه. ايوه لاعب ذكي جدا جدا ان هو امتى يلعب، وكمان انا شايف مروان عنده نفس الميزه دي في التكتيك، معلش في الاوف تكتيك بتاع مستر كولر اوقات كتير جدا الشحات وتاو الاثنين بيسقطوا تحت وعلى خط النص، وتلاقي القدمون من خلف طالعين حمدي فتحي مره كهربا مره كراس حربه، وتلاقي الباس طالع وقدر النادي الاهلي يسجل منها اهداف الموسم ده مهمه جدا جدا، منها هدف في مرمى نادي الزمالك حمدي فتحي وكان دايما حمدي فتحي، ومنها في مرمى بيراميدز في بنفس الطريقه فبرضو انت عندك لما يبقى عندك اللاعب سواء بقى مروان عطيه عمرو السوليه اللعيبه اللي بتجيد اللعب اللونج بول ده مهم جدا ليك، لانه حتى مستر موسيماني كان بيعتمد على نفس الطريقه والاندفاع واللعب الكوره العاليه. طيب معانا دقيقه، خلينا ناخد اخر سلايد معانا، الفرص او صناعه الفرص المؤكده بالنسبه للدوري ابطال افريقيا. هنا لنا وقفه، هنا ديليلو كاردز دي، خلينا نسيبك من الكروت الصفراء لانه يعني مش هتفرق معانا قوي في قرايه المباراه، لكن خلينا نروح للشانسز كريتد او الفرص اللي تم صناعتها، وهنا الاهلي ودي لسه مرتبط بالكلام كنت لسه بقوله انا وفاروق، اكتر فريق صنع فرص في البطوله 17 فرصة، وراه ممالدي سان داونز 16 فرصة، راجا كازابلانكا 14، بترو اتلتيكو 14، ثم الوداد في المركز الخامس 13 فرصة.
ده معناه ان النادي الاهلي عنده زي ما اتكلمنا اهدار شويه للفرص، محتاج ما اعتقد مع وجود راس حربه بقى، راس الحربه المنتظر في النادي الاهلي، الاحصائيه دي هتختلف. انا بس نقطه اخيره اتكلم فيها، كنت بسمع امبارح راديو مغربي اتكلم على مباراه يوم الاحد، انه بالمباراه يوم الاحد وقالوا ان احنا تاني يوم عندنا شغل، ليه المباراه ما اتلعبتش السبت؟ هو في نهائي دوري الابطال، دوري ابطال اوروبا، فعشان كده لعبوا المباراه الاحد. كانوا بيتكلموا ان اللوائح بتقول انه لازم يبقى في فرق 7 أيام ما بين المباراتين، انا قريت اللوائح ما لقيتش الموضوع ده، البند ده. لكن احنا بقى على العكس، احنا بنلعب المباراه يوم الاحد وهو يوم شغل، الجماهير المطالبه ان هي تحضر المباراه كلها تاخد اجازات، لكن اغلب مباريات او كل مباريات دوري الابطال اتلعبت جمعه وسبت. فانت عندك جمعه وسبت، عندك كونفدراليه تتلعب السبت، ليه الماتش ما يتلعبش ذهاب والجمعه والحد؟ حتى لو هتلعب هناك في يوم اجازه، يوم عندهم يوم الحد، العب الماتش العوده يوم الحد، لكن انت عامل الماتشين يوم الحد، فرق ما بينهم 7 أيام، فدي افضليه للوداد. طبعا داخل فيها تفاصيل كتير بالزبط. وتسويق ورعايه واعلانات وبث تلفزيوني، نتمنى ان شاء الله الملف مفتوح يوم السبت. مقارنه بقى، هنقف على المقارنه بين الاهلي والوداد في كل التفاصيل، سواء على مستوى المراكز او على مستوى الارقام والفعاليه. الوقت بعدي معاك كالعاده بسرعه فاروق، استمتعنا بيك بوجودك، مبسوط ان انا شفتك النهارده، كل الشكر ليك على وجودك معانا. شكرا يا احمد، انا دايما ببقى مبسوط، وبالتوفيق ان شاء الله النادي الاهلي، وان شاء الله لعيبه النادي الاهلي قادره ان هي تحقق الانجاز القاري المنتظر لجماهير النادي الاهلي ان شاء الله. النجمه ال 11 من نصيبنا باذن الله، وحلقه السبت ان شاء الله مستمرين معاكم في ملف الاهلي والوداد نهائي دوري الابطال. بشكركم على المتابعه وتحياتي ليكم.